بارك الله فيك يا خالد الدقاق، وسلمك وأهل فلسطين جميعا يا رب. بارك الله فيك يا ذا النورين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سمعت الشيخ، عندي سؤال. بارك الله فيك يا شيخ طلعت، تفضل سؤالك. هل يجوز لي في النظرة الشرعية أن أنا أنظر لشعر البنت اللي أنا هخطبها ولا لا، وجهها فقط؟ جوز هذا بعض العلماء كالحنابلة والظاهرية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي حسنوه: إذا وقع في قلب أحدكم خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. يعني هذا رأي الحنابلة والظاهرية. نعم تمام، شكرا يا شيخ. الله يسلمك. الجمهور يقولون الوجه والكفان.